بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية سنة ثالثة ابتدائي، نستأنف مع الصفحة رقم 78. عندنا في أول الصفحة كما نرى ليغ أن دوكيمون، إذن عندنا قراءة وثيقة. في أول فقرة عندنا جولي لو ريغلومون دون كورس، إذن أنا أقرأ قانون سباق. جولي لو ريغلومون دون كورس، أنا أقرأ قانون سباق. جولي لو ريغلومون دون كورس، انا اقرا قانون سباق. اذا سنقرا اول بنود هذا القانون كما نرى على الصوره الاولى. بيان ساليني سور لا لين دو ديبار، ساليني المقصود به انك تستقيم على خط. طبعا كما نرى بان فعل ساليني عنده علاقه بكلمه لالين، لالين يعني الخط او المستقيم. اذا أليني كيلكو شوز يعني أنك تجعلها مستقيمة، أما ساليني يعني أنك أنت من تجعل نفسك مستقيما أو على نفس الخط. إذن بيان ساليني سور لالين دو ديبار يعني أنك تستقيم بشكل جيد على خط الانطلاق، يعني أنك تستقيم بشكل جيد على خط الانطلاق. إذن بيان ساليني سور لالين دو ديبار. ثم في البند الثاني كما نرى على الصورة الثانية، partir au signal du juge. partir au signal du juge يعني أنك تنطلق au signal، يعني أنك تنطلق au signal عند إشارة. le signal المقصود به الإشارة، partir au signal du juge. طبعا عندنا partir تتعني انطلاقة، ولكن هنا في الجملة من خلال العبارة أنها تتعني انطلاق. طبعا partir يعني انطلاقة، لو ديبار هو الانطلاق. كلمة لو ديبار في الأصل هي الانطلاق، كلمة لو ديبار هي اللي تتعني الانطلاق كما رأينا في العبارة السابقة. بيان ساليني سور لا لين دو ديبار يعني أنك تستقيم بشكل جيد على خط الانطلاق. طبعا كلمة لو ديبار هي التي تجي من الفعل partir. طبعا هنا partir المقصود بالانطلاق من حيث المعنى العام للجملة. إذا partir au signal du juge يعني الانطلاق عند إشارة الحكم. الانطلاق عند إشارة الحكم، partir au signal du juge. طبعا كلمة juge تعني الحاكم وتعني أيضا القاضي، القاضي الذي بالمحكمة يسمى أيضا لو جوج. إذا partir au signal du juge الانطلاق عند إشارة الحكم. طبعا لو سينيال هو الإشارة، هنا عندنا au signal يعني عند إشارة. عند إشارة من؟ عند إشارة الحكم. إذا partir au signal du juge. ثم في البند الثالث كما على الصورة الثالثة، نو با سورتيغ دو كولوار يعني بأن لا تخرج عن مكان الجري. نو با سورتيغ دو كولوار، كلمة كولوار تعني الرواق وتعني أيضا الممشى. مثلا نتكلم عن أن باساج دون زان أبارتومون، إذا نتكلم عن ممرين في شقة. إذا نتكلم عن ممر في شقة إذا نسميه كولوار. طبعا هنا كما نرى المقصود بلو كولوار هو هاد الممر الخاص بكل متسابق. إذا كل متسابق له ممر خاص به، عليه أن يلتزم بعدم الخروج منه. إذا نو با سورتيغ دو كولوار، عدم الخروج من هاد الممشى أو من هاد الممر. ثم على الصورة الثالثة ماذا على المتسابق أيضا؟ ne pas bousculer un autre coureur، إذن بأن لا تدفع متسابق آخر. عندنا هنا coureur يعني تجي من فعل courir يعني فعل جرى. إذن كما نتكلم هنا بأن لا تدفع جاري آخر يعني شخص آخر يجري، هذا هو المقصود بهذه كلمة coureur. على الصورة الثالثة ne pas bousculer un autre coureur، عدم دفع جاري آخر. هنا بطبيعة الحال نتكلم عن لو فيرب كورير
ومنه كلمة كورور، كورير يعني يجري. إذا نوبا بوسكيلي أن أوتر كورور، يعني عدم دفع. جاري آخر، المقصود عدم دفع. متسابق آخر، ثم ماذا على المتسابق أيضا؟ إذا كما نرى على الصورة الأخيرة، ساغيتي أبخي لا لين داغيفي. ساغيتي يعني أن تتوقف، أبخي لا لين يعني بعد الخط داغيفي، بعد خط الوصول. بطبيعة الحال لاغيفي المقصود به الوصول، ومنه فعل أغيفي يعني فعل وصل. إذا هنا عندنا لاغيفي يعني الوصول. ساغيتي أبخي لا لين داغيفي، ساغيتي أبخي لا لين داغيفي يعني أن تتوقف بعد خط الوصول. إذا كما رأينا الآن بأن لعبة السباق تخضع لقانون على المتسابق أن يلتزم بها. لكي يدخل المتسابق في السباق عليه أن يلتزم بمجموعة شروط. أولا بيان ساليني سور لا لين دو ديبار، بيان ساليني سور لا لين دو ديبار، بأن تستقيم على خط الانطلاق منها. أولا بيان ساليني سور لا لين دو ديبار، بأن يستقيم بشكل جيد على خط الانطلاق. ثم بارتير، ثم بارتير أو سينيال دو جوج يعني الانطلاق، ثم بارتير أو سينيال دو جوج يعني أن ينطلق عند إشارة الحكم. ثم نو با سورتير دو كولوار، بأن لا يخرج عن الممر المخصص له. ثم نو با بوسكيلي أن أوتر كورور، بأن لا يدفع المتسابق متسابقا آخر. ثم ساغيتي أبخي لا لين داغيفي، ساغيتي أبخي لا لين داغيفي، أن يتوقف المتسابق بعد خط النهاية، بعد خط الوصول، بأن لا يبقى مستمرا في الجري وهو قد أنهى السباق. في الفقرة الثانية عندنا جيلابور، جيلابور لي غيغل دي فوتبول، يعني أنا أهيئ قوانين كرة القدم. جيلابور لي غيغل دي فوتبول، أنا أهيئ قوانين كرة القدم. طبعا هذه الفقرة فيها بعض التفاصيل، لذلك سنتركها للحلقة القادمة. جيلابور لي غيغل دي فوتبول، أنا أهيئ قوانين كرة القدم. إذا سنترك الفقرة كما قلنا إلى الحلقة القادمة. ثم ننتقل إلى vivre ensemble، ثم ننتقل إلى vivre ensemble، العيش في جماعة أو فلنعيش مجتمعين. إذن qu'est-ce qu'on voit، qu'est-ce qu'on voit، ماذا نرى، qu'est-ce qu'on voit، ماذا نرى. إذن على الصورة كما نرى التلاميذ يتابعون شرح المدرسة في الوقت الذي يأتي فيه تلميذ متأخرا وهو يجري ويحاول اللحاق بهذا الدرس. إذن ماذا سنقول؟ إذن التلاميذ يتابعون شرح المدرس للدرس، بينما هناك تلميذ آخر متأخر يجري ويحاول اللحاق بهذا الدرس. إذن ماذا يمكننا أن نقول؟ على الصورة الأولى كما نلاحظ عندنا la maîtresse explique la leçon et les élèves sont attentifs، المدرسة تشرح الدرس والتلاميذ منتبهون. La maîtresse explique la leçon et les élèves sont attentifs. إذن يمكن أن نقول مثلا je vois un élève en retard qui court pour rejoindre la leçon. إذن je vois un élève en retard. Je vois un élève en retard. أنا أرى تلميذا متأخرا qui court، الذي يجري. طبعا عندنا الverb courir، qui court pour rejoindre la leçon، الذي يجري من أجل اللحاق الدرس. إذا je vois un élève en retard qui court pour rejoindre la leçon. Je retiens، انا استنتج كما نقول، je ne dois pas être en retard à l'école، يتوجب علي بأن لا اكون متأخرا فيما يخص المدرسة. je ne dois pas être en retard à l'école، يتوجب علي بأن لا اكون متأخرا. je ne dois pas être، لا يتوجب علي أن أكون en retard متأخرا.
à l'école, في المدرسة. أيضا, je dois toujours être à l'heure. ثم, je dois toujours être à l'heure. ثم, je dois toujours être à l'heure. يجب علي أن أكون دائما في الساعة. المقصود هنا يتوجب علي أن أكون دائما في الوقت. يعني أن أكون منضبطا في وقتي. بألا آتي للمدرسة متأخرا. يتوجب علي الحضور في الوقت. وبألا آتي للقسم متأخرا. Je ne dois pas être en retard à l'école. Je dois toujours être à l'heure. إذا نكتفي بهذا القدر حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.